أول شغلي بس وصلت شفت الفرحة، أنا شفت أربع مجموعات هن الفرحانين. المجموعة الأولى عفوا هي الضحكة عند الأهل بهذا النهار بأولادهم اللي إن شاء الله يكونوا ناجحين، والفرحة الثانية هي عند المتخرجين اللي الفرحة معبية قلوبهم، والفرحة الثالثة عند الإدارة والمعلمات والمعلمين اللي هن حقيقة عملوا إنجاز، وخصوصا السنة هاي. هلا بنحكي شوي بتأخر خمس دقايق عن الحديث. والفرحة الرابعة هو الوطن، هو إحنا كلنا، هو الوطن، هو لبنان. لو بالليرة اللبنانية اليوم ساعة بسيط، بس أنتوا قدمتوا كثير كأساتذة ومعلمات وأهالي وضحيتوا كرمال الساعة هاي، ولكن الوطن اليوم بعد مرحلة تانية إلكم يا شباب ويا صبايا، تخرج من الجامعة نتركن لتوصلوا لمواضيع معينة. منكم يمكن رح يصيروا لبضات منزل، ولكن المطلوب منكم تكونوا تعملوا عائلة ولبضات منزل وعاملات بالحقل العام، تشتغلوا يعني مش بس ربة منزل. والشباب كمان إن شاء الله تبنوا بيوت وتسيروا، ولكن المطلوب هلا بدي أحكي أنا كرئيس بلدية، المطلوب